بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلاب وطالبات الصف التاسع، اليوم سنكتفي بالكتابة التعبيرية، فالرجاء من الطلبة والطالبات الأحباء الكتابة في أحد المواضيع التالية: أولاً، دور المحميات الطبيعية في رعاية الحيوان. ثانياً، أثر الصيد الجائر باستخدام الآلية في الحياة البرية وجمالها وتكاملها. ولكن يجب عليكم أحبتي الطلبة مراعاة ما يلي عند كتابة موضوع الإنشاء: أولاً، الخط الواضح وخلو النص من الأخطاء الإملائية. 2، وضع الحركات. 3، علامات الترقيم. 4، احتواء الموضوع على مقدمة وعرض وخاتمة. كل الحب لكم طلابي وطالباتي الأحباء، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. معلمتكم المحبة لكم لميم حسين.